رجعنا لكم مشاهدينا مشاهداتنا، ونبدأ الآن السالفة. لقد بدأت سالفتنا الآن. طبعا سالفتنا اليوم ما في شيء يوصفها أو يوصف أهميتها، لأنها هي الشيء اللي في حياتنا اللي بيسموه السهل الممتنع، شيء ما ندرك قيمته احتياجنا له إلا لو لا قدر الله فقد. والإنسان بطبيعته من خلق الله سبحانه وتعالى هو عنده هذه القدرة أو الرغبة أو بطبيعة فطرته على الاتصال والتواصل مع من حوليه، سواء التواصل مع الطبيعة، التواصل مع الناس، التواصل حتى مع نفسه. احنا اليوم هنتكلم مع بعض عن ما يسمى باللغة. طبعا ما أقصد باللغة يعني اللغة هي لغة عربية أو إنجليزية، نقصد اللغة الكلمات، المفاهيم اللي احنا الطريقة اللي أنا أفكر فيها مع نفسي أو أفكر فيها مع غيري أو أتشارك فيها الناس حولي. بحكم أنك قلتي ما حد يقدر يوصفها لأهميتها، قالوا العلماء أن اللغة هي كل ما يعبر عن قوم، كل قوم يعبر عن أغراضهم، ولم تستطيع التعريفات الحديثة للغة أنها تتجاوز هذا التعريف الموضوعي، عجز العلماء يطلعوا له معنى. صح، العلماء عجزوا يطلعوا معنى، بس اللي قالوا كده أنه هي حاجة تعبر عن القوم هم القدماء وليس العلماء، لأن العلماء بيقولوا هي مجموعة من الإشارات اللي تصلح للتعبير عن حالات الشعور بشكل عام، إحنا بإيش حاسين، فعشان كده بنعبر للناس أو بنعبر عن أنفسنا بهذه الكلمات. يعني هذه كانت تقريبا أو الوسيلة اللي يمكن بواسطها تحليل أي صورة ممكن تجي هذه الصورة أو الفكرة إلى أذهاننا أو عقولنا. خليني أقول لكم إحنا لما يعني زي كده بالضبط جت صورة في مخك جت صح، هي اللغة بس والله وأنا أدخل الأشياء في لاين كده. اللغة على فكرة مش بالضرورة تكون كلمة تقال. صح. لما أقول لغتي هي ممكن زي ما تفضلت عبير صورة في رأسي. صح. أو أحيانا إشارات حتى يقول لك البادي لانجوج، لغة الجسد أو طريقة الإشارات. فهي اللغة إحنا هنا ما نقصد في حلقتنا اليوم نتكلم عن لغة يعني عن مفردات ومصطلحات وقواعد لغوية، ما نتكلم عن أهم وسيلة اتصال عرفها الإنسان. صح. على مر التاريخ هي كلماته أو حتى كانت إشاراته. تخيل ربنا بيقول لك إنه كثر اللغات الموجودة في ما يقارب 7000 لغة حول العالم. 7000 لغة كيف؟ يعني 7000 لغة كلها لغات حقيقية مختلفة. لحظة، اللغات غير اللهجات. إيه لغات هذه بس يقولوا لغات. احنا الحالنا مثلا كالمملكة العربية السعودية لهجاتنا عندنا لهجات مختلفة في المنطقة، ومثلا لهجتنا تختلف عن لهجة الخليج بحولنا، بس بحول كلغة العالم كلغة عربية. أيوه. احنا كلغة عربية سواء كانوا شبه الجزيرة العربية او بس متخيلة 7000 لغة؟ متخيلة 7000 لغة؟ طب خليني خلوني على لغات أساسية نعرفها خلوني أقول لك، يقول لك أنه واجه الخبراء والباحثون صعوبة في تحديد اللغة الأقدم حول العالم، حيث أنهم قالوا بأن أقدم اللغات المكتوبة والمسجلة هي الكتابة المسمارية اللي تم اكتشافها في بلاد ما بين النهرين في الألفية الثامنة قبل الميلاد. يعني أصلها عراقي، هي المسمارية. ايوه، وفي كمان اعتقد بلاد ما بين النهرين في العراق، بس كمان في السومريه. أيوه. هي اللي من انا اعرف السومريه، السومريه اللي هي اصلا هي اصل اللغه العربيه. صح. اللي ترجع لها وفيها مصطلحات موجوده. صحيح. كمان في القران الكريم. صح. موجوده من اللغه اللي هي اصل اللغه العربيه. كمان على فكره قال لك انه يمكن اقدم لغه مكتوبه، يعني في كثير لغات يمكن ما وجدوا لها مدلولات، كانت لغة المصرية القديمة هي اللي كانت موجودة لها رسوماتها ومخطوطاتها. تتوقعوا من زمان اللغة دي. لحظة، تتوقعوا من زمان الناس ما كانوا يتكلموا، كانوا كله بالإشارات؟ لا، تحسون كانت في لغة، في أصوات، بس يمكن الصوت أو الحرف عندهم صورة. يعني مثلا أنا أتذكر حرف العين هو الصقر أو هو طائر، عرفت؟ ما هاد فلسفة، أنا هو طائر. هذه في اللغة المغرب المصرية، اللغة الهيروغليفية. فممكن هم كلامهم أو أسلوبهم بحرف العين، فبيقولوا اسم الطائر نفسه، عرفتي، كحرف. ومتخيل أنت هو بيقول اسم، يعني بيقول كل حرف بحرفه، زي الصينية واليابانية دحين ترى هي. واو. صور. قديش أحس الموضوع صعب. أيوه. أنا زرت الأهرامات كثير، ورحت كنت أشوف الرسومات. واو. وأشوفه لما يكون معاكي مرشد سياحي يشرح لك هذا الأشياء هنا كذا، حيش قد تفرج عليه بس. أيوه. ما أدرس
يعني بس ايوه انت بتخيلي هذا في المجال كلام؟ اللي يدرسه لازم انسان يكون متعمق ذا الشيء وحابه وشغوف شغوف فيه طبعا. طيب خلوني اقول لكم عن اللغه الام وتعريفها، والسؤال هنا كيف شخص ممكن يقدر لغته او يحدد لغته الام، وايش الفرق بينها وبين اللغه المكتسبه. اللغه الام هي التي يتم تعلمها منذ الولادة، يطلق عليها أيضا اللغة الأولى واللغة السائدة واللغة المحلية واللغة الأصلية. معاكي، آمنت بالله، أنا أتفق على هذا الكلام، ولكن يقول لك هنا أن اللغة الأم مو هي اللغة اللي إحنا تعلمناها من أهلنا، أو مو شرط تكون اللغة الأساسية حقتي. يعني أنا عربية وأتكلم عربي، اللغة العربية مو شرط انها تكون هي اللغه الام بالنسبه لي، ممكن انا اتكلم بالانجليزي وتكون هي اللغه الام. لا تخيل هم بيقولوا كده، انا مو مصدقه صراحه. لا 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 لا, لا, لا. شوفي انا احس ان اللغه الام هي اللغه اللي لغه نشأتي يعني في كثير احنا عرب ولغتنا الام اللغه العربيه بس ما بيتكلموا عربي بالزبط. فلما تيجي تقول ايش لغتك الام يقول لك لغتي الام عربي. العربيه بالزبط. لكن ايش اللغه اللي انت تفهم وتاخذ وتعطي والناس تتواصل معك فيها؟ اللغه الانجليزيه او حتى اللغه المزنبقيه. شكرا لك. الام هي اللغه اعتقد هذا رايي طبعا. يقول لك كمان اللغه مثلا المكتسبه اللي هي قالت عليها لبنى المزنبقيه لبنى، يقول لك انه ممكن تكون تقييمها عند الانسان جيد جدا، مو شرط انه يكون مثلا بيرفكت او فلوينت زي ما احنا بنقول، هو بيعرف يتكلم فيها او بينطق فيها بطريقه مره كويسه. طيب ايش رايكم، خلونا بما ان احنا يعني اختلفنا او اختلفت ارائنا حول ايش هي اللغه الام، خلونا نطلع مع بعض نسمع راي المختص ونرجع. المكتسبه، لان حتى اللغه الاولى تبقى مكتسبه، لكن الاكتساب اكتساب اللغة الأولى يأتي طبيعيا تلقائيا من البيئة، يتلقاه الصغير فيتشربه، وبالتالي هذا مكمن الفرق الكبير. اللغة الأولى اللي هي اللغة الأم تبقى لغة طبيعية يتلقاها الإنسان دون توتر يأخذها، أو نحن لا نستطيع أن نرصد مراحل الطفل وهو يتعلم اللغة ولا ندري، ذاكرة الطفل لا تسعفه ليخبرنا هل كان يعاني توترات أو لا. لكننا نلحظ بعض الأطفال عندما يعلق على خطأ اللغوي أنه يتضايق، وبالتالي يعني هناك شيء من التوتر يحدث عند الأطفال. لكنه بكل حال ليس كتعلم اللغة الثانية اللي سميتوها أنتم المكتسبة. اللغة الثانية تتم في بيئة صناعية مصطنعة تماما بخلاف اللغة الأم، هذا فرق كبير. اللغة الأم تحدث في بيئة طبيعية جدا بين الوالدين بين الإخوان بين البيئة في أول مراحل الدراسة. أما اللغة الثانية وما سميتوها أنتم المكتسبة، وأنا أعيد وأقول إن الاكتساب سمة عامة عند اللغويين لأي لغة، سواء كانت لغة أما أو كانت لغة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لعلها في هذا ما أضفى أو يعلق. وأعيد أو أكرر على أنه الفرق الجوهري اللغة الأم تتم بشكل طبيعي تلقائي ما فيها توتر ولا تكلف، الثانية واللغة ما بعد الثانية تتم في طريقة أو بيئة صناعية يصاحبها توترات. تبقى اللغة الأم مؤثرة في تعلم أي لغة تالية لها، لأن في أي لغة تالية لها، لأن اللغة الأولى تضع بصماتها في قواعدها وتراكيبها، فيبقى الإنسان متأثرا بها حتى لو حاول أن يتعلم لغات أخرى. لما هنتكلم عن اللغة الأم، أنا في هنا موضوع ودنا لازم نعطي له حقه بصراحة. اللغة العربية في حياتنا وطريقة حديثنا عن اللغة العربية، أعتقد أنه إحنا كلنا كعرب لغتنا الأم هي اللغة العربية. صح. حتى وإن كنت نشأتي في لندن، نشأتي في نيويورك، نشأتي في كوكب المريخ، لغتك الأساسية هي اللغة العربية. والمفترض من وجهة نظري أن اللغة العربية، أنت تدري من ينرفزني؟ من اللي تفقع مراتي؟ تقولي الأطفال. لا خليك من الأطفال. بسرعة استني، أنا ساكتة. لا 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 أودي، ما أتكلم عن الأطفال، أتكلم عن تجيكي واحدة طول بعض ما شاء الله، إيش بتقولوا بالعربي؟ أنا هذه تعال يا ماما تعال فهم معك ايش بتقولوا، لا ولا ما اعرف ايش انتم بتسموها بالعربي. اسم الله عليك. انا بس انا حابه اسوي مداخله، ترى انا بسوي كذا اوقات، بس والله من جد بتروح عن الكلمه، والله
بس انا ما اقول ايش بتقول لا لا بيعتقدوها يعني نوع من اللي بالعربي انه انا او ماي جاد. شوفوا لا لا انا ما يزعلني، انا ما عندي جوجة. شوفوا انا ما يزعلني الا لما يجون مثلا يعرفون انه انا سعوديه أي. والبنت اللي قاعده تتواصل معاي سعوديه وتكتب لي ايميل بالانجليزي، هذه فانا شو اسوي؟ ارد عليها بالشغل. طب شغل لا 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 مو شركة سعودية لا لا تتواصل. شوفي بس أنا معاكي إنه اللغة، أنا معاكي إنه الإنجليزي سهل، أنا معاكي إنه الإنجليزي سهل أتكلم فيه في مجتمع في أجانب ما راح يفهمون صح لغتي صح. أرسل إيميل إذا أنا حاطة سيسي لفلان 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 أجنبي ما عندي مشكلة، هذا صحيح. بس لما يكون النقاش بيني وبينها على الإيميل تتكلم معي باللغة العربية. ممكن هنا هذه وقتها مشكلة الـ HR في الشركة، ولكن أنا أعرف هم كل الشركات لا علاقة الـ HR النظام الـ لا لا, لا. شوفي في بوليسي في كل أنا شركة. أنا استغرب أصلا لما ألاقي شركة تتكلم عربي دارية. لا 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 على فكره في القطاع لانه متعود انه الايميلات وفي الشغل وكذا قطاع الاعمال السعودي وقطاع الاعمال السعودي قطاع ناضج وعارف بالضبط انه في تعزيز للغه تلقين مثلا اذا الايميلز في رولز في 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 قواعد بتكون في التواصل او الاتصال المؤسسي داخل الشركات، يقول لك الايميل لازم يقول لك اللغه اللغه الاساسيه في الشركه، فيقول لك هي العربيه هي الانجليزيه صح. فاذا كانت العربيه اي احد يخاطبك عربي إذا وعربي يخاطبك بالإنجليزي هذه مخالفة لقواعد الشركة. وكثير الحمد لله شركات سعودية الآن بدأت تعزز اللغة العربية وأقول لك زي ما تفضلتي متى أستخدم اللغة الإنجليزية لما يكون أحد في سيسي. أنت غير خفتي في الاجتماعات، الحين طالعين تقليعة جديدة في الاجتماع، إيش تحبوا نتكلم في الاجتماع، نتكلم بالعربي ولا بالإنجليزي؟ والله خير هذه جديده شفتها في اكثر من ميتنج زي ما كنت الحمد لله ما حط عليها الكاميرا وانا قاعده اناظر لبنى وهي تتكلم احس شويه جيت عندها لانه مش طبيعي المفروض نعتز بلغتنا اكيد. شوفوا يمكن في اخطاء تصير من بعض الامهات وانا منهم انه عندي اطفالي مثلا يتكلمون باللغه الانجليزيه ويمكن الغلط مني ومن أبوهم. هو مو غلط، أنت ما كانت نيتك إنهم أنا ما كانت اللغة نيتي العربية. لا لا أنت تعلميهم لغة لا لا والله العظيم هي جت بالصدفة يا عبير، والله ما جت لا تخطيط ولا أنا من الأمهات اللي أبي أسوي برستيج أو شيء، جت بالصدفة إنه كل البرامج اللي إحنا قاعدين نشوفها باليوتيوب كلها أجنبية صحيح، ولما دخلت على العربية ما فيها تعليمي، يمكن الآن بدأوا بس فقيرة البرامج باللغة العربية فقيرة. فلاحظت انه اصلا حتى اطفالي شفت اليوتيوبر الاطفال الصغار الاجانب متابعين اكثر من قبل ابنائهم صحيح، يعني خاصه في واحد جدا مشهور وصغير مبدع هو هلا، ومو انه برستيج يعني حتى العرب الله يسامحهم خربوا، صار الطفل العربي لما يجي يبدا برنامج يوتيوبر برستيج الالعاب الفخمه الاشياء المدري ايش تبي، بينما الأجنبي بجامعته ويتصرف مو على سنه، عشان كده أنت تصير تخافي وما تبغي تابع العربي، بينما الأجنبي تشوفينه أنه على طبيعته وسن يعرض بعمره الألعاب اللي بعمره يتكلم عن ويلعب هو هلا فيها، فتحسين الطفل يميل فيبدأ ياخذ اللغة منهم صح. يعني صح. أنا عندي عيالي يتكلمون إنجليزي ما يتكلمون عربي واللغة العربية عندهم كسرة وأنا أأسف لهذا الشيء. تعرف إن في طرق تطوري فيها لغتهم العربية يا أودي، يعني من ضمن قصص قصة ما قبل النوم هذه بقول لك شيء، قصة ما قبل النوم هذه جيت أقراها البنت تذب القصة في وجهي تقولي أنا ما أفهم ولا شيء، ماما تكلمي معاي إنجليزي اقري لها أنت، هي أنا أقراها لها تقراها لها أنا هي ما تستوعب وأسوي لها أصوات وتعصب تنرفز يصير وقت النوم مشاكل نومية. ترى أنا وصلت معي أن أنا صرت أنط على السرير وأسوي نفسي أرنب وربت عشان أشرح مين الأرنب اللي هو نفسه الربت، بس لأنه ما تقدري أو ما تبغي أنت تقولي أو تشرحي بالإنجليزي لأنه أنت عربية، فأنت مضطرة أنه احنا نلاحظ انه ابنائنا عندهم مشكله. لا اقول لكم انا عجبني كلامك، شوفي واحده من صاحباتي سوت طريقه مره حلوه، كانت تقول انا ابني تعبت عليه، يعني تقول انا كنت عندي هاجس انه يطلع يحكي انجليزي، تقول كان نشأ في امريكا نشأ في امريكا، فكانت تقول عندي هاجس انه ما يعرف، وتقول لما كنا اشتغلت عليه لغته كانت سليمه الى ما رجع على السعوديه، كان عمره 6 سنوات سن دخول المدرسه، لما دخل المدرسه في السعودية صار ما يعرف يتكلم عربي، مدرسة انترناشونال كلها، فتقول صار يجيني البيت مش عارف يعبر، رغم ان احنا واحنا في امريكا كان يقدر يعبر، تقول صرت اتابع مع اسلوب، يجي مثلا يبغى يشتكي لي من شيء ماما ويحكي يحكي، تقول له ما افهمك ما ادري ايش تقول. لا يا لبنى شوفي قولي بالعربي اتكلم أقول لك بالعربي شيء. انا سويت هذا الشيء مع ولدي ومره ندمت انه صاير عصبي، صاير يتأتأ انه مو عارف يوصل لي المعلومه، صاير يتنرفز انه مو قادر، عرفت اللي افهميني افهميني وانا ما
يعني أنا قاعدة أعانده، ليش أعانده؟ خلاص يا إني تمسكينه صح من البداية وتعلمين اللغة الأم. بنات لا تفكرون إنه بعلم ولدي إنجليزي إنه شيء حلو، الإنجليزي كل مين يقدر، سهلة سهلة، حتى البنغالي بالشرع يتكلم إنجليزي، من سهولتها صارت لغة ثانية، صار كل مين يقدر يتكلمها، صح ولا لا؟ إلا أنا عندي مشكلة مع اللغة الإنجليزية مش عارفة أخلصها إلى الآن. أنت مفكرة. أنا مسكرة عقلي عنها. إيه أنت مسكرة عقلك يا لبنى، بس هي بالأصل سهلة. هي لغة سهلة جدا صراحة، ومفرداتها قليلة ترى، يعني أنت تقدرين تلمي كل مفرداتها. بالضبط، مرة سهلة. اللغة العربية هي اللي صعبة حتى مخارج الحروف. صحيح. أنا لما تكون في حلقة أنت ولبنى أنا ما أجي. ليه؟ والله ما أجي. ليه؟ أبغى أتكلم من الأول أقول لك إيش هي الطريقة وأنتوا بتتكلموا. خلاص طبعا ما أبغى أطفح حبل أفكاركم. يلا 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 دوني دوني لحظة، بس أبغى أعقب على النقطة حقت أودي، لأن من جد عجبني كلام أودي مرة. أودي يمكن في كثير أهالي بيعانوا من نفس المشكلة، ويمكن كلنا كذا، وحتى يعني بيجينا ملاحظات من المدرسة انه يعني اللغه العربيه مش يعني مو كويسه، او مستوى الطفل فيها مو كويسه. فوقتها نبدا احنا نلاحظ، نبدا يلا نحاول نعلم من جديد مره ثانيه. ترى مره غلط، ايوه صح زي ما قلتي، لكن يمكن الطريقه اللي انا ابغى اقول لك فيها حقه القصص، انه انت تمثلي القصه قدام الطفل. يعني انت مثلي انه انت مثلا كنت قاعده تقري له قصه عن السلحفاه والارنب مثلا، مثلي انه انت السلحفاه كيف، وايش يعني سلحفاه، وكيف يعني بتمشي. حاولي انه يشوفها على انه مسرحيه باللغة العربية، كده هيفهم أكثر وبس. خلاص الحين تفضل. أنا معك. شفتوا، خذي الميكروفون. كيف ممكن نقدر يعني نحافظ على لغتنا من جد بدون أو غير يعني بالممارسة القراءة. بالممارسة. اتكلمي معاه. اتكلمي. مو بس الأطفال. أيوة اتكلمي، حتى مش يعني أودي ترى قالت كلمة بشكل ارتجالي وما وقفنا عندها، قالت السبب في إنه عيالي أو أنا وأبوهم. مش أنت قلتي كذا؟ صح. أنت وأبوهم ليه؟ دائما خلاص الطفل له في مين غير اللي قدامه. صح صح. اذا انت قاعده مشكلتك ترجع انت نفسك مش قادره تعبري بالعربي، فتروحي تعبري بالانجليزي، او تتفاهمي مع الوالد بالانجليزي وهو قاعد يطالع، وتجي تقولي له يا حبيبي تكلم عربي. ما هي تكلم عربي. انا الحين صار كذا اسوي، اقول يلا تكلم عربي، صار عناد ما بين عيالي. بس مو حتى البنات، حتى الكبار. بغيت اقول حتى الادولت. حتى الادولت. شفتي هذا بلا ابوك يا عقاب. صح كذا المثل؟ هذا بلا ابوك بلا ما اعرف. صح مش صح المثل؟ احنا اللهجات هنتكلم فيها اليوم مناسية ولا صح؟ طيب صح المثل. طيب مشاهدين احنا مستمرين معاكم في سالفتنا، لكن بعد الفاصل القصير. ما هي العلاقة بين تعدد اللغات والذكاء؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين سالفتنا عن اللغات واللهجات. كثير من الأشخاص عندهم طموح، أولهم لبنى، وأهداف لتعلم لغات جديدة لما في ذلك من فوائد واكتساب للخبرات. خلوني أسألكم، قد فكرتم تتعلمون لغة جديدة من نفسكم؟ أنت ليش حاطة في راسك لبنى؟ بس عشان أوضح. لأن أنا أقول لك شيء، هذا ليس عداء، إنه أنت بتستلمي حد فينا كل أسبوع. لا والله ما على حسب نوع القهوة. بالضبط، على حسب نوع القهوة. لا والله، بس لأن لبنى قبل شوي قالت إنه أنا الإنجليش. بس أنا عندي، أنا أقول لك هي إنه عندها طموح. هي الرغبة أساس التعلم. لا لبنى بس عفوا، أنت بتتكلمي إنجليزي، يعني أنا سمعتك كذا مرة بتتكلمي إنجليش كويس. طبيعي شغلك تجبرني، بس أنا بتكلم عن ليفل معين. تكوني طموحها مرة يعني، لأنه في النهاية طبيعة أحيانا أعمالنا وتواصلاتنا وأشياء تحتاج أن أنت، خاصة إذا أنت بتتعاملي مع شركات أجنبية وبتجلسي في اجتماعات مع أشخاص أجانب، أحيانا بيحطك في موقف محرج، لأن هم ما بيفهم أنك أنت مش عارفة تتواصل بغتهم، بيعتقد أنه تقليل منهم. طب عفوا، هل المشكلة السمع؟ يعني هل المشكلة أنت عشان أنا هساعدك العند لما تسكري عقلك وتقولي ما أعرف. لا بس عرفتي، انا مشكلتي مع اللغه الانجليزيه مشكله نفسيه. معناته اول حاجه اعزائي المشاهدين والمشاهدات، الرغبه. لو كان عندك رغبه هذه الرغبه هذا اللي انا اشوفه صح، وخاصه رغبه ثابته. يعني انا شوي اقول انا لازم خلاص بركز واشتري الكتب واشتري ما ادري ايش، وبعدين اقول ما ينفع لبنى كتب، لا نقعد نكذب على بعض. كتب ابلكيشن نزل في البدايه كمبيوتر ممتاز متعدد، او يقول لك او تخلي حواليك ناس بنفس اللغة. من فين أجيب الناس بنفس اللغة؟ أيوه. لا إذا كنت تشتغلي شوفي الإنجليش كويس، إنه أنت تلاقي ناس بنفس اللغة في الإنجليش. أيوه تلاقي. أي بس تخيلي، أو أسباني أنا طلعت عيني. أيوه شكراً.
انا طلعت عيني. بس انت ليش تبغي تتعلمي اسباني؟ سؤال يعني. عجبتني كلمه نادا مره في مسلسل فحبيت اتعلم. والله عجبتني عجبني التعصيب بالاسباني. انا ابغى اوصل لدي النقطه. شوفوا يعني. انا صدق نفسي اتعلم صيني. صيني ما ابغى اسباني. التفات العالم كله انا بزنس. يعني التفات العالم كله الان ترى للصين. يعني احس انها سهله مع انه يقولونها صعبه. تدرون انه انا عشان اتعلم انجليزي جبت لي مره مدرس. مدرس خصوصي؟ مدرس خصوصي. وكان يجيني المكتب. اي والله ولا كسوف. كان كيني وكان يجيني كل يوم اقول له تجيني الساعه 5 يجيني على المكتب ونجلس. بس ما كان يسوي معاي شيء. يقول لي انا ما هعطيك. كنت اقول له لا تقول لي ابدا بجرامر. يو هاف تو توك اصلا. ايوه لا مشكلتنا في كثير من المعاهد في تعليم اللغه. كيف راح ابدا اتكلم يا عبير اذا انا ما عندي مصطلحات كثيره؟ تبداي فلبنى كان يعني ما ادري انا اشوف في البدايه خاصه انت تحفظين مصطلحات. هي لانه كان لما تروحي معاهد المعاهد ايش بتسوي فيكي؟ تحفظك جرامرز. جرامرز. انا اشوف الجرامرز مع الممارسه. بس اول شيء احفظ كلمات وبعدين الجرامر يجي. بس ما اقدر احفظ قاعده واطبقها. ليش انا جبت مدرس؟ كيف تعلمت لغه انجليزيه وصارت حتى المعلمه عندي في البيت يعني معلمه ايام الثانوي تحديدا كانت تقول لي عبير لو سمحتي ذاكري الكتاب ولا تذاكري الافلام. ايش كنت اسوي؟ افلام كنت اسمع. ايوه كنت اسمع وما اشوف الترجمه. يعني اعاند واحط زي شريط كذا لاصق من تحت على الكلام على الشاشه بحيث انه انا ما اشوف الترجمه. فاقوم اعرف فوكابلريز اكثر الكلمه مثلا. صح عليك هذا نرفزني ارجع اعيدها وارجع احاول ان انا وسيله ثانيه. قالوا سماع الاغاني لما تسمع اخذي الاغنيه اطبعيها بالضبط. احفظي الكلمات. ايوه احفظي الكلمات حقتها وظلي رددها. خاصه الان انت بالسياره ظلي رددها رددها. حطي اغنيه كل اسبوع قولي انا هحفظ هذه الاغنيه واشتغلي عليها. وجتنا هذه اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. على فكره كمان استبدال المصطلحات اللي في حياتك باللغه اللي انت تبغيها. عشان كذا لا تزعلوا مني قبل شويه يوم قلت بغيت اقول ادوبت. لا ما زعلنا. قعدت لنا. لا لا بتحصل يعني لانه مثلا في حبيبتي احنا ولا قطعك ولا قطعك بالخير. احنا قاعدين قلنا في الميتينجز مع الاشخاص والايميلز. ما هي خلاص صارت تحابل بالنابل. البريد الالكتروني تخيلي وانا اقول لك في الاجتماع. عبير عبير تخيلي بعدين لما اجي اقول لك اوكي اقول لك حسنا. طيب على فكره حسنًا. انا حاولت كذا مره انه اكون كذا يعني باللغه العربيه والفصحى تحديدا اتكلم لانه انا لغتي العربيه سيئه. وماذا قال بعد ذلك؟ انا لغتي سيئه يعني انا للاسف عندي مشاكل مع النحو. انا اعتقد كل صديقاتي يعني من ايام المدرسه معلماتي عارفين هذه النقطه يعني في اللغه العربيه لانها جدا صعبه. يعني انا من الناس اللي كانت اللغه العربيه بالنسبه لي صعبه تعلما ودراسة من الله. أوكي. ما أدري كيف عديت. طيب أقول لكم شغلة يعني يمكن لما نحرص على لما الطفل يقدر يكتسب اللغة أسرع منك طبعاً. وأسهل منك لأن تعلم اللغات في السن الصغير. لأن ذلك تشوفهم في كثير من المدارس تقول عنده لغة لغة ثانية لغة ثالثة. الأطفال يقدر يكتسب لغة. أما اللي زي اللي جاي على كبر يبغى يتعلم إنجليزي بس الله المستعان صعب شوي. يعني بعد يتميز الأطفال اللي عندهم آباء يتكلمون معاهم أكثر من لغة بأنهم أذكياء ويفرقون عن الأطفال الثانيين. ويقول لكم بعد تشير الدراسات اللي يتعلمون أكثر من لغة تقل لديهم نسبة النسيان ومرض الزهايمر الخطير. وشيء ثالث يعني دحين انا افهم من كلامك انه الزهايمر ممكن يعني الواحد يبتعد عنه طالما بيتعلم لغات جديده يعني او خلينا نقول ممكن يكون عقله. على فكره انا اقتنع بشيء زي كده لانه من جد كل ما احنا دربنا العقل على الادراك والاستيعاب وتعلم الامور الجديده ما هيصير العقل عايش في روتين. صح. فمن جد احنا بنجدد خلايا في الدماغ. خليني اقول كمان حاجه انه من اكثر اللغات زي ما قلنا في 7000 لغه حول العالم الناس بتتكلم منها. من أكثر اللغات الصعبة في التعلم هي اللغة الصينية والعربية. شفتوا؟ أنا قلت اللغة العربية صعبة جدا. مخارج حروف اللغة العربية صعبة. والصينية يحكمون. أتذكر لما كنت في الصين فسألت واحد من اللي كان هناك في الابتعاثات وكذا قام قال لي اللغة الصينية على حسب الإي صح والآ صح شيطان اوه شيطان عرفت زي كذا. ايوه صح وهي صور يعني هي في الاخير صور واشارات. خليني اقول لكم حاجه يعني احنا شفنا يمكن الفتره اللي فاتت او السنه اللي فاتت قد ايه صار في المملكه العالم كله صار يقول انه اللغه الصينيه
يعني لغة البزنس راح تصير ايوه اللغة يعني الثانية في العالم يعني زيها زي الانجليزي، يعني صارت في مقارنات ممكن تكون احسن او توصل انها تكون احسن من الانجليزي، وصار في تخصص عندنا الان اللغة الصينية تحديدا، وكثير استضفنا فعلا متحدثين باللغة الصينية. الفكرة في الموضوع لما يكون شخص بيتكلم من جد صيني وانت تشوفيه سعودي لابس الشماغ لابس التوب فتحس انه مسلسل فيش كرتوني ايوه في في في, في شيء غلط، شكرا، كانك بتفرجي كرتون، ولكن من جد حاجه مره رائعه لانه لما نفكر فيها اللغه الصينيه واليابانيه ايضا عندهم 2000 حرف، فالانسان هذا المترجم الصيني درس 2000 حرف عشان يتكلم اللغه دي. واو لا لو سمحتي 2000 حرف مقسمه وهم اطفال 1000 حرف واذا كبروا 1000 حرف وي وي تخيلوا لا كثير مرة كثير. طيب احنا نطلع فيديو نشوف قد ايش اللغات الصعبة هذه اللي في حياتنا وخاصة الصينية واهتمام المملكة العربية السعودية فيها في رأي المختص. اللغة الصينية في لها حقائق في لها غرائب كثير، لكن لعلني أعطيكم مثلا 3 أو 4 حقائق عن اللغة الصينية. اللغة الصينية يتكلم فيها بحكم التعداد السكاني الموجود في الصين يتكلم فيها سدس سكان العالم، يعني نتكلم عن 1 إلى 6 أشخاص في العالم يتحدث اللغة الصينية كلغة أم. أيضا من الحقائق اللغة الصينية أنه اللغة الصينية ما لها أحرف مثل اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، بحيث أن الواحد يجمع 3 أو 4 أحرف تطلع له كلمة. اللغة الصينية مباشرة تدخل في الكلمات بموجب الكاركترات اللي موجودة في اللغة الصينية. أيضا الحقيقة الثالثة ممكن نتكلم عن، أنا في نظري ومن تجربتي الشخصية أعتقد أنه من أسهل اللغات في العالم من ناحية القواعد، لأنه ما لها قواعد صعبة مثل ما هي موجود في اللغة العربية. الأفعال ما لها تصاريف مشتق منها تصاريف كثيرة تسبب أن الواحد تصعب عليه التركيب اللغوي في صياغة الجملة باللغة الصينية، هي مجرد كلمات تضاف إما قبل الفعل أو خلف الفعل تبين عن زمن الفعل اللي حصل، هل كان في الماضي أو كان في الحاضر أو في المستقبل. الخطوات في تعلم اللغة أنا دائما أخذ هذا المثال، أنا أطبقه على كثير من طلابي، أنه دائما يتعلم الطالب اللغة كأنه طفل، يبدأ بمرحلة الاستماع ثم مرحلة الترديد. الاستماع يساعده في أنه يسمع طريقة نطق الكلمات بشكل سليم، خصوصا أن اللغة الصينية فيها 4 حركات، كل حركة بنفس النطق تعني معنى آخر. فهنا أنا أشوف أنه الطالب لما يستمع ثم بعد ذلك يبدأ يقلد الصوت أو يقلد المحادثات، بعدها يبدأ مرحلة حفظ الكلمات. حفظ الكلمات أنا أرى أنه مثل المخزون أو نتكلم عن الرصيد البنكي عند الإنسان، كل ما زاد رصيده البنكي كل ما زاد راحته في الحياة. المخزون من الكلمات يساعد الإنسان، كل ما زاد مخزونك في الكلمات كل ما ازددت إبداع في اللغة الصينية. فأيضا التوسع في حفظ الكلمات باللغة الصينية، وأيضا عندنا النقطة الأخيرة هي الكتابة، والكتابة مهمة جدا بحيث أنها ترسخ القواعد وأيضا تساعد في تعلم كلمات جديدة، لأنه في الصيغة الكتابية ليست كما هي في الصيغة في صيغة المحادثات عند عموم الصينيين بشكل عام. تعرفوا بنات أنه ما في لغة على وجه الأرض ثابتة مستمرة بمفرداتها بمصطلحاتها بقواعدها زي ما نشأت إلى اليوم، دائم حتى اللغات تغير. تكبر صح، تكبر تتطور تتمحور، تلقي مثلا مصطلحات تدخل عليها، لكن في بعض اللغات مثلا يعني مثلا الإنجليزي يمكن يقولك ما يدركوا كثير تطور لغتهم، إلا مثلا لو أحد المهتمين باللغة الإنجليزية من المتخصصين رجع يقرأ بعض النصوص القديمة أو بعض المؤلفات القديمة يبدأ يحس إنه في تمحور في الحوار في طبيعة أو بنية اللغة نفسها. صح لبنى، حتى اللي يثبت كلامك صحة كلامك إنه من العصر الجاهلي، إحنا نتكلم عن اللغة العربية الآن، نتكلم عنها من العصر الجاهلي إلى اليوم اللغة اختلفت كلياً. تمام. اللغة الحديثة طبعاً تلقين مفرداتها مرة مختلفة، تطورت. ما لقينا الآن مثلاً كلمة سكلتك أمك، سكلت بين أحد مثلاً تقولين لأحد تقولين له سكلتك أمك، ولكن نقول سكلتك ولا سكلت، خاصة في الأخبار يعني يقول المثكولة أنه على الأم يعني صح، معناته موجودة إشارة، معناته كلمة موجودة بالضبط.
طب خلينا نقول لكم حاجة من الناحية النفسية برضو عن التعلم أو عن اللغة. من المعروف أن اللغة الأم المكتسبة عندها تأثير مهم أكيد على شخصية الفرد، بس لقت الأبحاث أن الشعب الأصلي لسكان أستراليا ما عندهم حروف إشارة. كيف؟ كيف ما عندهم أنتي أنت هو هي هذا ذاك؟ يعني كل عندنا ذاك وذيك وهذا يعني بتورد نفس الجملة. أيوة تخيلي يقعد الولد يعاني في المراهقة كده إلين ما أدري ليش، يعني طول هذه الفترة إلين بس عشان يبدأ يحدد الميول الجنسية ويبدأ يمد يعني يحدد أو يعرف مثلا إذا هذه ذكر وهذه أنثى. عشان طبعا عبير حتى في الإنجليزية في البدايات ترى كلمة يو لأنه يو موحدة يو موحدة. لا وغير كذا ترى الأمهات أول من زمان ما كانوا يحطون ميك اب فما يعرف يفرق يبين يعني أم ما أبو. كان في أشياء تبرد فما يفرق أنت مين البنت والله ماما ولا بابا ما يفرق، مع إنه في أحس أشياء واضحة يعني إنه هذه أم وهذا أب. أتوقع واو. هي بطبيعة يعني يو فأنا هل أنا بربط حياة شخص بكلمة إني ما راح أعرف هذا الشخص أنثى أو ذكر بكلمة؟ لا طبعاً هذا هو. أقول لكم نكتة على ده الموضوع بس على السريع، والله على السريع. سمعت النكتة هذه في التلفزيون ذكر برنامج مصري أو حاجة زي كده. جاء واحد أجنبي كان ساكن في منطقة مصرية صح الصباح وقال للبواب good morning، قام قالوا صباح الفل، راح رجع تاني يوم good morning صباح النور good morning، يعني كل صباح بيقوله نفس الكلمة good morning، والبواب كل فترة يرد عليه مرة صباح النور صباح الفل صباح الورد يا باشا صباح السكر، عرفتي هو ايه يا باشا؟ ما فيش كله good morning good morning good morning، ما عندكمش حاجة يعني عرفتي اني احنا كلغة عربية ندلع لغتنا يعني قد ما نقدر بنحاول ندلع فيها. اللغة مرتبطة فعلا بحاجة مهمة عند الإنسان. أي شخص عارف يتكلم لغتين، خلينا نقول اللغة الأم اللي هي لغته الأساسية اللي كبر عليها واللغة اللي هو جيد فيها جدا، ممكن ترتفع عنده الأنا شوية، يبدأ يكون في تكبر. شفتي انت قلتي لما الواحد يبدأ يتعلم لغة ثالثة فعلا يبدأ يقول لك ينزل عنده مستوى غريب جدا هذا غريب جدا هذا الكيرف. ما أحس أنا أحس كل الناس أنه كده شوفوا الكيرف تقول لا إيش اسمه المنحنى صح المنحنى الأستاذة أودي أحسنتي عزيزتي الزميلة الفاضلة لقد صححتي لي هذا المصطلح. أبدأت في حلقة اللغة. طب أوكي أنا أقول لكم حاجة مرة حلوة بعد الفاصل. عندنا هرجة سايدة هنتكلم في ده الموضوع بعد الفاصل، أكيد مستمرين معاكم مشاهدينا وبعد الفاصل هنحكي عن لماذا تختلف اللهجات العربية من دولة لأخرى. واهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، اكيد واضح تفضلي عديها. اهلا وسهلا فيكم من جديد لانه مبين انا بدي شو بدي احكي انت لا خبصت كثير انا عم بحكي لهجه بلد مختلف. بصي حبيبتي احنا دلوقتي في السالفه دي لازم نتكلم عن كثير حاجات مختلفه. احنا في الدول العربيه كل واحد فينا عنده لهجه معينه بيتكلم فيها، وكل دوله زي انا دحين وانتو انتو تقولي لي سالفتن سايده مره حاجه صعبه. مو مره انا بقول مره ايش دعوه يبعاد ولا وترى انا انتبه لها ترى انا اخذ بالي من لبنى اوقات وهي تتكلم طق العرب الحساوي ايوه يطق الحساوي صح احاول ان انا يعني استوعبها. عموما اللهجه من جد هي يمكن حاجه كلنا اصلا شيء اساسي ان يكون عندنا لهجات معينه. وظيفه اللغه من حيث التعبير عن الافكار بواسطه الكلمات والجمل لانه لكل لهجه تعتبر جزء من هذه اللغه حيث تجتمع عده لهجات في لغه واحده، كما ان اللهجه لا تكون مكتوبه ولا تدخل في نظم التعليم لانها خاليه من القواعد. بكل اختصار كده اللهجات خلينا نقول حاجة طبيعية مكتسبة تخصك أو تعود للمنطقة، خاصة يعني مثلا إحنا في المنطقة الساحلية أو المناطق الساحلية كلامهم لطيف حلوين زي البحر زي البحر والله صادزة هي صادزة هي صادزة وهي صادزة على أساس الكلام الحساوي لطيف زي البحر يا خلف أبوي أنت والله هو خلف أبوي أنت والله وين الخفة تكفين والله وين الخفة جعوات ترى يزعلون عليك الحساوية الحسا أهل الحسا على عيني وعلى راسي بس برضو تعرف اللهجات مشكلتها كمان
مش مشكلتها، خلينا نقول ميزتها ان هي مش بس اختلفت في طريقة النطق او اختلفت في طريقة المخارج للحلوف، لكن احيانا امتد ان هي اختلفت المصطلحات بينها. صح. يعني مش مستحضرة شيء لمصطلح ممكن يكون مختلف. صح. من ماي، موية، ماء، اتوقع ماء. ايش ماء؟ ماء. مويه. احنا شو نقولها؟ مويه. ماي. لا ماي. احنا نقول ماي. بقول لكم شيء، بس حتى احنا نقول مويه. يعني مو بس على ما هو انت، احنا ايش قلنا قبل شويه في البارت اللي فات انه اللغه بتتغير، ترى حتى لهجاتنا انا اشوف انها مره بتتغير وتتقلب وتختلف. مثلا اهل الحجاز على سبيل المثال، لانه احنا كنا او هذه المنطقه، منطقه الحجاز تحديدا، يعني بيجيها كل انواع واشكال المسلمين في العالم، من الهند والسند، من الشرق والغرب، من الشمال والجنوب، فبتختلف اللهجات. فتيجي مثلا تخش علينا كلمه دخيله هي، طيب، ولكن خلاص بتصير معانا، لانه كمان بيعتبروا هدول من اهل هذه المنطقه. في كثير من الناس اللي بيجوا لاداء الحج والعمره وبيفضلوا جالسين. صح. في الحجاز. صح. فعرفتي هذا هو. صح كلامك. حتى انه الدكتور فالح العجمي متخصص في اللغه العربيه وادابها في جامعه الملك سعود قال انه عدد اللهجات المحليه المحكيه في السعوديه توصل الى 60 لهجه رئيسيه، وتتفرع منها مئات اللهجات. وبين الدكتور أنه هناك لهجة رئيسية واحدة للمنطقة اللي تتفرع منها عدة لهجات. فالمنطقة الغربية مثلا فيها لهجة واحدة تتمايز ما بين مكة والمدينة وجدة والطائف. صح. زي كذا، يعني زي مثلا أهل الحجاز عندهم لهجة واحدة ولكن تختلف. بس تختلف. يعني يمكن قبل فترة تكلمت عن هذا الموضوع. ما سمعتك. أنا كنت فيه. هم اللي سموكي. أنا ما سمعتك. كنت فيه؟ لا أنا ما سمعت. بس عموما صح معك حق في موضوع أهل الحجاز بيتكلموا بنفس اللهجة، بس مثلا أهل مكة معروفين تقيل حكيهم. أيوة الكلام يكون. تعرفوا بنات اللهجات هي جزء أحسها من هوية المنطقة. أكيد. يعني تقدري خلاص صرتي زي ما تعرفي الواحد مثلا، تشوفين أهل الحجاز مثلا لابس الثوب على الستيري قبل الله يتكلم، أول ما يقولك كيفك يا واد خلاص عرفتي انه هذا مكاوي، هذا. صح. جداوي. غير كمان لما تقدري تعرفي اهل عسير وتقدري تعرفي اهل الشمال، فجميل جدا انه حتى اهل القصيم مثلا عندهم كذا لهجه، عند اهل بريده لهجه، عنيزه لهجه، البكيريه، فتختلف اللهجات. بس انا احب جدا اللهجات، احب كذا ما حد يتكلم بحس انك انت لك بصمه خاصه. حتى جده، حتى جده احس غير، يعني جده احس خفيف حكيها، حكيتشنكه عبيره الان. طبعا جده غير. قالها جده غير. طب بس انا سويت لكم تحدي. الله يستر عبير. مو تقولوا انه انتم تفهموا في اللهجات؟ يعني انا ما قلت افهم. مقطعين الدنيا في اللهجات. انا لم اقل ذلك. الا انت دوبك دحين قلتي اللهجه الشماليه لذيذه. حلوين. ما قلت افهم، بدي اتوهق الحين. يلا اسمعوا هقول لكم حاجه. انت من فين اصلا يا ودي؟ قصيم. طيب هديكي كلمات جنوبيه. اوكي. تحت انت فوق. طيب. ايش يعني انا خليني اقولها انا صح الاول. ايش يعني كلمه الوعس؟ ما هو الوعس؟ طب جيبيها بجمله، ما راح اعرف كذا. توهقت عبير. لا تروحين هناك، الوعس قوي. الحين ما راح اقول الجمله كلها بالجمله. الغبار. لا. كبير. الشمس. لا. كبير. حسيت نفسي احمد سار. كبير. اوكي. الظلام. ظلام. حسنتي يا غشاشه، غششتيهم. كلام حجازي. يلا لبنى تحب الكلام الحجازي بانها من الشرقيه، جبنا لها كلمه من الغربيه. ايش يعني الزنبيل؟ ها؟ كيس. هذه ايش بعد؟ رايحه كل مكان، اقعد في بيت. زنبيل؟ كيس. طيب لا انا كذا هختار. طيب خلاص هقول لك غششوني. دمبوشي. سهله. دمبوشي. دمبوشي. دم اللي يقولون دمبوشي. ايوه اللي هو دمبوشي. ايوه اللي هو ايش دمبوشي؟ دمبوشي. والله انت عرفته. انا عرفته اكيد. طيب بس صح علي؟ سحر. صح. ايش؟ صح. مسويت دمبوشي. اديها فرصه. لا انا كذا دمبوشي يعني السحر. كلمه تطلق على السحر. ما كثير بتصير في المدرسه. اول مره اسمع دمبوشي. في فريق معين بيسوي دمبوشي، الناس معينين. المهم ايش يعني سفان؟ حطي في جمله لو سمحتي. هذا سفان. لا تكلمه. لا. هذا الولد، هذا الولد سفان. كذاب. لا. نمام. صغير. لا. صغير. شمال. هذه البنت الظاهر بتلف المملكه واحنا ما ندري يا جماعه. انا ما فلحت. من هي المنطقه الشرقيه؟ رجاء لبنى اعطيها، انا هقول لها هي. اوكي. هذا اذا انا عرفتها. طيب. تصوخ. تعرفيها؟ انا اعرفها. انا اقول تصوخ. تقنص. لا.
اعطيني جمله، يلا اعطيني جمله. هذا لا تتصوخ علينا، لا تتصوخ علينا، لا تشوف نفسك على لا احنا نسولف مع بعض، لا تتصوخ، لا تتصنت. ايوه احسنتي. بزنطك عاد سهله، بقتلك، لا بخنقك. طيب قلت لك سويت كذا يعني خلاص بكتب. هي مو لغه اشاره، هي خلاص مشيلي طيب. يا حكم ايش يعني يا لبنى يا ايش يعني مخمه يعني هفأ، يعني شخص سخيف كذا، هذا مخمه، هذا مخمه طيب. شاي مجمع كل شيء. طيب لبنى اسكتي ممكن؟ طيب بس اساعدك، ما ساعدتني من جد اسكتي، رحنا على الهواء ترى ما اقدر اقول لك طيب. ايش ممكن يكون رياكشن. طيب اوكي هذا الابلتشي يعني ايش؟ تغز. تغز؟ اي هذه لهجات قصيمية. لا تغز. طب حطيها بجملة. طيب لا تغز، لا تغز عليها بس شوفها. تخز. طب قوليها انت عارف. تخز، تخز معروفة يعني، لا تطلع يعني قولي الجملة نظرة حادة. لا ها لا تخز، لا تخز، لا تلصص بالنظر. لا والله حتى انت قصيمية ما تعرفيها. تغز. تخز. اي لا تغز، لا تأشر. تأشر اللي بالاصبع. اي بالضبط. برافو عليك لبنى. كلمة ثانية قصيمية تنهص. ها؟ تنهص يعني ضحكة كهكهة. ما ادري قلتها صح ولا لا. تنهص؟ تنهص. تضحك كثير؟ ترى بنهصك. بقرصك. بقرصك. نعم احسنتي. بقول انا كلمتين كذا المنطقة الشمالية اخر شيء. وكل واحدة كلمة، اوكي؟ وراح احدد مين الفايز. طيب يا ابلتي يمه الحمد لله انا انسه منشن الحمد لله يعني بس توشني يا يمه. استمع الي يا ودي، وبلغه العربيه الفصحى. ايش يعني بلغه الشمال؟ ايه؟ مطول. مطول؟ مطول. ايش يعني؟ مطول. لا طب اعطيني اياها بجمله. قلتها صح. كنترول. طب اعطيني اياها بجمله. للاسف هذا الشخص طول على جاره. تعدى وتم. ايه تعدى يعني هو سرق يعني سارق. ولكن أحسنتي. تطاول يعني بالضبط تطاول. هي شفتي هذه هي اللغة، تطاول تطول. انت قلتيها غلط عبير. طبعا سألت الكنترول اذا تعرف استاذي المخرج وطال عمرك يعني بتعرف كل اللهجات. غشش. ساعدنا غششنا. طيب انت قلتيها؟ لا لبنى، لبنى قالت. شو ما حد قالها ترى الكنترول قاعدين يطلبوني. قلتها تطاول. طب تعدى. واحدة ثانية تعدى. لا هذا صعب عليك. لما اهل الشمال يقولوا لا سهل الاودي. مصيدي. ها؟ مصيدي. 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 بالله لا تزعلين، مصيدي والله. ما قصدي. مقصد. يا اختي ايش دخلك انت؟ يا اختي قولها هي. احسبيها لي، احسبيها لي. بحسبها لها. خلاص. ثلاثة للبنى، اثنين للعود. بشاشة. ايش يعني؟ ايش يعني طيب اهل الشمال الوغدان؟ البزران. ايش دراكي؟ مستفزة طيب. طيب. أنطخة. بوسة. واي ندامة. انت قاري الورقه هذه قبل الهواء؟ انتم معطين لاودي الورقه قبل الهواء؟ شكلهم نافي. المشكله الورقه كانت في ايدي قاعد نفل. ينفله يرمي. لا نفل يا اخي هذا الرجال نفل تحاشا. ثقيل دم. ثقيل دم. طينه. هي صفه طويله. لا 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 صفه تدل على انه هناك يعني كريه. سواد من قوه. حقود. حسود. بايخ. دمه ثقيل. قاسي القلب. شو اسمها؟ انتسب. ما اعرف هذه. انتسب. انتسب اتوقع. انت ترى المشكله من دي الحجازيه تقول الكلام زي كذا. انتسب؟ طب اعطيني يعني اقول انا خليني اتحدى عبير. ترى هذه الورقه. الورقه. قالوا لي الورقه شافتها. لا ما حتى تنساها مستحيل تتذكرها. انا دوبي اتذكر الدواء. استنى طب اغش الاولد دي. بقول طب ايش يعني جغمه؟ شفطه كذا. شغمه واحده. صح رشفه. دمبوشي. سمرقع. سمرقع قبل صداع. سمرقع هي بمعنى اصح انه شخص الغير طبيعي. يقول لك جاب لي السمرقع. بالضبط. اشقح. 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 نط. ارقص كثير. قريبه شوي. نط. اشقح يعني كذا. ايه. ذره. حبش. حبش. صح. تعبان. هذه البنت ما هي من سعوديه كامله. من كل الدنيا في السعوديه كامله. جميع مناطق ربوع ما شاء الله. الظاهر كانت نشاتك يا اودي من كل مختلفة منطقه. مختلفه نشاتي. كل بس منطقة. انا اهنيكم صراحه انه انت عارفه حاجات مره كثيره. كويس انت كمان عليك. بس هقول لك حاجه مثلا لبنى. في كم لهجه او كم لغه حجازيه هي من الكلمات الدخيله وانا اتحدى كده تعرفي ايش يعني دحلسه؟ دحلسه يعني التحايل. لا تدحلس علي. بالضبط. طيب طب لحظة. الدحلسة معنى يضيمني.
يظلمني؟ لا تظلمني، لا تظلمني، لا تظهرني، لا تغصني. مرة سهلة. لما قلناها صح صارت سهلة. يعني لا ولا واحدة تتأصوى، ولا واحدة صح. بس أبغى أقول على هذه النقطة، تتأصوى، تتمايص. تتأصوى معناها تدلع، صح؟ تتمايص، لغوصة، خرابيط كذا، تحط الأكل على بعضه وتلغوص الدنيا. بالضبط. تخيلي هذه الكلمات اللي باللغة الحجازية يعني محطوطة عندنا في التحدي على أساس أنها لغة حجازية، هي كلمات كمان تعتبر دخيلة يعني، عرفتي هي أصلا. طيب إيش معنى تمهو بهلزت يا بهلية؟ ها؟ عفوا؟ إيش؟ هذا كلام عادي ينقال على بهلزت يا بهليل. عادي هاودي؟ تمهو بهلزت يا بهليل. إيه؟ تم تبدي هذا أنت بتروحي تعليم. لحظة إيش؟ لا لا والله إيش قلتي؟ تمهو بهلزت يا بهليل. أحد ولد يا بهليل؟ تمهو ما ولدت يا بهليل؟ طيب مشاهدين انتهت سالفتنا، لكن ما ولدت فقراتنا مستمرة معكم. ترى اودي فازت على فكره الفار. نشوف بعد الفاصل. هدف رفع المبيعات وتقليل التكاليف، مشروع سعودي يحول المنتجات الغذائيه لمجسمات 3D.